إلى مناشدة أخرى من قضاء المسيب أيضاً، وهي بسبب الحالة المتردي للقضاء بسبب تراكم النفايات وغرق شوارع القضاء بمياه المجاري في ظل غياب الخدمات البلدية والإدارية عن القضاء ومعاناة أهله. طلعنا أكثر من مرة نظفنا هذا الشارع، مجموعة من الشباب يعني ما نشوف الحكومة الإدارية البلمسية ما قاعد تستجيب لنا، لا مدير بلدية يعني يخصص عمال يجون ينظفون هاي، يعني نحاكي العامل يقول لك يابا أنا ما عندي راتب، ما عندي غير، يعني ليش هيجي؟ وبالنسبة لهذا الشارع يربط بالشارع العام مال المسيب. نسويها لو يجيب لنا بلا منعبة عليها. ما بعشي يعني بعشي يسوون؟ زين هو احنا ناشد الحكومة، زين هذا المدير، مدير بلدية، مدير المجاري والقابل، ما يجي يشوف. يجي يشوف هاي الضيم زين هاي الفيضانات ماكو فايده استاذ، ماكو فايده، الحكي تعب. هاي كلها مي هيج؟ هاي كلها هاي صار لها سنين، هاي مو هاي مو جديده، هاي مو جديده، هاي من زمان. هاي وهاي المنطقه وين تصير؟ هاي المنطقه بمدينه المسيب، يعني بنفس نفس المدينه، يعني منطقه شعبيه، منطقه هاي الحسينيه، زوار ابو عبد الله اللي يجون من يمها، السوق يمها، ولا هي مركز المدينه.